أيبري بكرة على جهة اليمين، تحرك وجارب استطاع الغنام في مكان خطير عند المساحة، مر الغنام بتسديد كرة. يا ولد يا ولد يا غنام، الثاني للنصر بروعة كبيرة، هدف جميل جدا يا نصر، بروعة روعة روعة. الظهير الأيمن مهاجم في هذه اللقطة، قلنا في المباراة الماضية الغنام استعاد شيء من بريقه ومستوياته، الليلة يؤكد لنا ذلك بهذه الانطلاقة الرائعة.